بعد ما وقع أو دخول إصلاح السلطة القضائية، استقلال السلطة القضائية، وأتم بعد منه استقلال النيابة العامة، طرح الإشكال حول من هو المسؤول عن السياسة الجنائية. وهذا واحد النقاش عميق اللي هذا المشروع كيجاوب عليه، كيجاوب عليه لأنه كان المجلس الدستوري سابقا قال هو كيبت في القانون التنظيمي ديال السلطة القضائية أن السياسة الجنائية يضعها مجلس النواب، السلطة التشريعية. جاء القانون كيقول العكس ديال اليوم. فنحن أولا في المشروع في تعارض مع قرار ديال، ماشي قرار، مع رأي المجلس الدستوري، لأنه المجلس الدستوري تدخل في هذه النقطة في الوقت الذي لم تكن معروضة عليه أصلا، ولكن أبدأ فيها رأي يقول إن السياسة الجنائية هي مختصاص التشريع، يعني مختصاص المجلس النواب. القانون أتى ليقول العكس اليوم، يقول السياسة الجنائية مختصاص السلطة التنفيذية. الوقت اللي كان التشريع يصنع في غرف مغلوقة قد ولى، الآن أصبحت السياسة التشريعية الناجحة هو الانفتاح على من يعنيه أمر القانون وعلى المعنيين بالأمر. وبالتالي من هنا كيبان لي من أنه هذه المبادرة ديال الفريق الاشتراكي كانت وهيئة المحامي بالرباط كانت في محلها وستعطي أكلها. الآن كاين مشروع كيف كتعرفوا ديال القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، كلهم كيجيو في واحد الظرف اللي كيعرف فيه المغرب تحولات كبيرة على أكثر من صعيد. الصعيد الأول هو ما تعرفه بلادنا من وجود سلطة قضائية مستقلة بأجهزة مستقلة وباختصاصات معينة وببقاء بعض الاختصاص، هنا إشارة وزارة العدل. أول إشكال سيطرح وسيطلب من هذه الندوة أن تجيب عنه هو موضوع السياسة الجنائية. من المسؤول عن وضع السياسة الجنائية؟ هل وزارة العدل أم السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؟ نحن نعلم أنه من خلال الحوارات ومن خلال كثير من اللقاءات بدأ كنشعروا بأنه كان أحد الجذب أو التجاذب ما بين السلطتين اثنتين، كل واحدة منها تقول أنها هي المختصة في موضوع السياسة الجنائية. والواقع أن السياسة الجنائية تبقى شأن عام، شأن من اختصاص الحكومة التي بطبيعة الحال تطالب بوضع سياسة جنائية من فعالية المجتمع المدني ومن يعني الأمر، وتقدم حسابا على هذه السياسة الجنائية. كتبقى السلطة القضائية والنيابة العامة عندها مجال ديال ممارسة السياسة الجنائية في إطار السلطة التنفيذية ليس إلا.